يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أقر الزاني 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطأ ولم يرجع عن إقراره، والمرأة لم تقر، فهل تحد بذلك أم يسقط عنها الحد؟ ما يثبت عليها الحد بكلامه، يثبت عليه هو، يثبت عليه هو، وهي ما يبحث عنها ولا يقال اذكر لنا من هي، ما يطلب هذا. نعم.